هذا المكان القوة الجوية مطار سعد العبد الله رحمة الله عليه اليوم تنطلق رحلة رقم 32 تحمل عدد كبير من الخيام الطيبة لتوسعة ومساعدة مشفى الكويت اللي في غزة. في رفح في جنوب القطاع يعاني من ضغط كبير، أكثر من 600 إلى 1000 حالة جراحية ومرضية تراجع هذا المستشفى، وهذا اليوم عبارة عن 140 خيمة بمواصفات معينة خصصت لإقامة مستشفى ميداني مساند للمستشفى الكويتي التخصصي الذي تديره جمعية الرحمة العالمية. بقية الخيم سوف تخصص كإعانة حق إخواننا النازحين من أهل غزة من الشمال إلى الجنوب. فهذا عطاء جديد من أهل الكويت، جمعية الرحمة العالمية، أخوكم وليد أحمد السويلم.